بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. كما تبعتم معنا الان كما شرحنا على انطلاق قافله تضامنيه موجهه الى ولايه الصالح العامة بعد السيطره الاخيره التي عرفتها المنطقه. وان ولايه عين تونس ما تاخرتش الحمد لله، وكانت من الولايات المسالمه، وبالتالي كان فيه حوالي 17 شاحنه بين 200 طن من المواد الغذائيه، الخشب، الاغذيه، كل المستلزمات. هذه العمليه تم التنسيق مع الولايتين حسب الاحتياجات المعبر عنها، وبالتالي اليوم نشكر كل المساهمين في هذه العمليه، نشكر الهلال الاحمر الجزائري، الجمعيات، المؤسسات العموميه، الفريشة، البطانيات، المياه المعدنيه، الحقائب المدرسيه ومستلزمات اخرى. اذا القافله فيها 17 شاحنه راح تروح اليوم ان شاء الله الى ولايه حوالي اكثر من 200 طن من المواد، مختلف المواد. كل الشكر والتقدير للمؤسسات العموميه، مؤسسات الاسلاميه والمجتمع المدني وكافه سكان ولايه عين تيموس اثر هذا التضامن الكبير لاخوانيتين. نتمنى لهم الصحه والعافيه ان شاء الله، والشكر الجزيل تحت اشراف سيد والي الولايه. شكرا. خضراء Gracias.